الاء عندها 21 سنه، طولها 160، وزنها 98، وحاسه انها ما بتحرقش. انا ما اعرفش هي حاسه ولا اتاكدت انها ما بتحرقش. لا هي بتاكل. هي بتاكل. هي ممكن وعندها طبعا ترهلات. قللت اكلها شويه. لا احنا عايزين نعالج مشكله ما بحرقش، لان كل الناس بتبقى شايفه انها ما بتحرقش. هو النهارده بقى الاعتقاد، انا النهارده ممكن اقعد 3 ايام ما اكلش حاجه خالص، اشرب شويه شاي وشويه عصير وخلاص، ده مش هيحرق. بيحرق مع اختك وصاحبتك. العلم تطور في علم التغذيه، ما بقتش قضيه ان انا امتنع عن الغذاء هو الحل لزياده الحرق. بقى في اكلات مع بعض، انا مش بفهم قوي، لكن في فريق اكيد بيبقى جاهز للوصول بالعلم الى ان مفيش حاجه اسمها مفيش بحرق. يعني ما بحرقش؟ بيضعف الحرق، لان حضرتك مش عارفه تاكلي ازاي وتاكلي ايه امتى. في بعض الاكلات بتزود الحرق، في بعض ده. والناس انا شايف اغلب الناس بيتصلوا بينا حتى من بره القاهره، مفيش مانع خالص نبعت لهم على الايميلات، نبعت لهم بقى. مزبوط. التواصل اسهل كتير من الاول. بتاكلي ايه، وزنك ايه، طولك ايه، هنعرف نبعت لك تاكلي ايه وهنخسسك. مظبوط. ده فيما يخص الحرق. انا سالت الاء عندها كام سنه، عشان انا دايما في اعتقادي كل ما سن العينه بيكون اصغر، كل ما استجابتها للاجهزه والحلول غير الجراحيه احلى. كويس. يعني النهارده عندي سن 21 سنه، والمتصل اللي بعد كده كان 47. 47 سنه. اكيد لو عملت اجهزه ال 21 هجيب نتائج هايله. لو عملت اجهزه اللي هو 47 مش متاكد قوي من نتيجه الاجهزه، هضطر الجا للجراحه. تعمل حاجه جراحيه. هي وزنها 125 كيلو. لا احنا بنتكلم لو الاثنين بنفس الوزن بنفس الطول بنفس المشكله. كل ما السن يصغر كل ما النتيجه تبقى احسن، قابليه وقدره الجلد على الانقباض بتبقى اعلى كتير.